هناك بعض المسؤولين مات لديهم الضمير فأصبح لا ضمير لهم، عشان كذي ما نشوف الإنجازات، لكن اللي قاعد نشوفه هو بيع الكلام من أجل الدفاع عن مصالح المتنفذين، ولن نرى الإنجازات الحقيقية لأن الولاء للكرسي وللمعزب والضمير للأسف أصبح ميت. كذلك بعض نواب الأمة قبل ما يدشون مجلس الأمة يحلفون ويقسمون أنهم سوف يكونون ممثلين للشعب ويحلون مشاكله، وبعد وصولهم لمجلس الأمة يكشخ يلبس البشت يشتغلون لمجل مصالحهم دون الاكتراث لهموم المواطنين. المصيبة أن بعض النواب إما أن يدافع عن مذهبه أو طائفته أو قبيلته أو تياره السياسي دون النظر إلى أنه ينسى أنه يخدم الكويت ونسى قسمه. للأسف أصبحوا يدافعون عن مصالحهم. كيف نقدر نتطور وما زلنا إحنا كشعب نختار ممثلين في مجلس الأمة وتكون رؤيتنا رؤية القبلية والمذهب أو التيار السياسي؟ لازم بالكويت نختار الكفاءة لدخول مجلس الأمة، وهذه مسؤولية الشعب. وهناك للأسف بعض فئات الشعب من يبيع صوته، وأنا بصراحة ولا تزعلون مني أعتبره خاين. هناك من يختار نواب من أجل معاملة أو وعود، يعودون المفاتيح الانتخابية على أساس يجمعون كم راس غنم نحن نحطكم مسؤولين، وبسبب أن هذا المفتاح عنده كم راس غنم يشتريهم عن طريق معاملة أو بالمال. جماعة، الإصلاح يبدأ فينا كشعب. يجب علينا أولا أن نحاسب نوابنا على مواقفهم، لأن البعض منهم خذلونا في الدفاع عن هذا الوطن والمواطن. اليوم يجب أن تكون الحكومة لديها رؤية، وللمجلس ضمير، وللشعب دور كبير في اختيار نوابه. عندما يكون هناك ضمير حقيقي تنحل معظم أمورنا، لكن الذي يحصل في الساحة السياسية مجاملات وكذب على حساب هذا الوطن المسكين. لما تكون هناك مرجلة نستطيع أن نبني وطن. عندما الوزراء يفتحون أبوابهم يسمعون للمواطن وهمومه تنحل مشاكلنا. يا جماعة، علينا أن نخدم الوطن من أجل عيالنا، من أجل مستقبل الكويت. ولي رسالة إلى ديرتي، إلى حبيبتي، أقول سامحينا يا الكويت، ادعو الله أن يحفظ الكويت والله يصلح الحال إذا كان في الأصل في حال. أعزائي المشاهدين.